قرية الذكير التابعة لمديرية تحيتا جنوب الحديدة تفتقر لأبسط الخدمات ومقومات الحياة، وبيوت سكانها البسيطة بالكاد تقيهم حر الصيف وزمهرير الشتاء، لكن ذلك لم يكن كافيا كي تضعهم الميليشيات خارج دائرة الاستهداف، فقد انهالت عليهم بعدد من القذائف طيلة 3 أيام، ما خلف حالة من الخوف في أوساط الأهالي سيما النساء والأطفال الذين نجوا بأعجوبة من الشظايا المتطايرة أمام أعينهم. حصل لحنا الهاونات أتم فوق حني الهاونات وضربنا الشظا فوق حني أتي، والهاون ده الشظا أتى فوق حني، سلمنا منه الحمد لله سلامات الشظا فوق حني أتم فوق الشاش فوق حني. قذائف ميليشيات الحوثي استهدفت أيضاً الطريق العام في القرية، ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات وإصابة عدد ممن كانوا يستقلونها، كما أجبرت عدداً من الأسر على النزوح إلى أطراف المنطقة ظناً منها أنها ستكون أكثر أماناً، لكن ميليشيات الحوثي أثبتت أن قذائفها لن تستثني أحداً. بعد عدتنا جنبنا مكان من الخط، بعد عدت في الأنبيت جنبنا، احنا بدينا نازعين أهل، كنت زعلنا من هنا مرنا الهاونات مرنا من العش من كذا، زعلنا فرنا أبد بعد الهاونات فوقنا بس، يعني من أول كملنا نعلنا ذا. يكابد أهالي قرية ذكير ظروفا معيشية صعبة، وتنتشر في أوساط الأطفال دون سن الخامسة أمراض كسوء التغذية الحاد والإسهالات المائية والحميات نتيجة عدم الحصول على مياه نظيفة وشحة المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية، وجاءت قذائف ميليشيات الحوثي لتزيدهم معاناة إلى معاناتهم وتجعلهم فزعين في حالة خوف دائم. حصل حاول يعني أتي وضرب هنا فجأة الناس فاجئوا جهلوا كلهم هربنا مدوم واللي هرب كذي واللي هرب كذي واللي ما أقول لك أنا فجأة كلهم جهلوا كبار وصغار أيوة ما نقدر مرضى وتأوروا ناس حتى من فين قال هاون؟ ما أدري والله درينا أقول لك ذي حاطب يمكن أتمنى عليه من الشرق إيه من الشرق أتوا ضرب هناك بالرصدة فجأة هنا تفجي ومشى هنا فرمهم كلهم بيوت أيوة دخل لهم بيوت. الحديث عن خفض التصعيد في الحديدة وريفها الجنوبي يتناقض مع الجرائم والخروقات المتواصلة لميليشيات الحوثي منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم الذي أوشك على دخول عامه الثالث، فكيف هو السبيل إلى أن ينعم أهالي السهل التهامي بالأمن والطمأنينة في حين يتساءل المراقبون عن جدوى الحديث عن الإعلان المشترك الذي طرحه مارتن جريفيث في وقت لم تلتزم ميليشيات الحوثي بتطبيق أي من بنود اتفاق سويد خلال الفترة الماضية؟